نروح لنمبر 1. ماشي. افضل لاعب في الزمالك امام سموحه، زيزو، سيف الجزيري، حسام عبد المجيد. زيزو. افضل لاعب في الاهلي امام الجونه، علي معلول، رامي ربيعه، احمد عبد القادر. علي معلول. افضل لاعب في بيراميدز امام الاسماعيلي، عبد الله رمضان صبحي، وليد الكارتي. رمضان. الافضل لتعويض اشرف بن شرقي، سيد نيمار، يوسف اسامه نبيه، عبد الله جمعه. انا شايف نيمار ماشي كويس جدا جدا مع مع مع, مع الفريق، والراجل مديله ثقه كبيره، اعتقد هو اقرب واحد يعني. افضل محترف في الدوري، مابولولو، ايبوكا، توري. لا ما, ما, ما لا عاوز حد تاني. قول. بن شرقي. اشرف بن شرقي. ما هو غريبه برضه ان محمد ابراهيم ما حطش اشرف بن شرقي. افضل حارس في الدوري حتى الان الشناوي، عواد، محمد بسام. عواد. افضل مدرب محلي هذا الموسم. علي ماهر. افضل مدرب اجنبي. فيريرا طبعا. افضل صفقه في الموسم القادم. بص لك على حاجه، انا عشان بحب الدوري الانجليزي جدا فاقول هالاند، لكن ماني طبعا صفقه كبيره جدا بايرن ميونخ، وليفاندوفسكي برضه برشلونه، لكن انا بحب الدوري الانجليزي. كابتن احمد مجدي نورتنا وشرفتنا.